مرحبا ولا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من All Stars. ضيفي بهذه الحلقة جاي من عالم السياسة ونغرم بعالم الرياضة، فجمع الرياضة السياسية مع بعضها. خلينا نسوي بكل الأحوال بهالحلقة نتعرف عليه ونعد كم شوط رح بيكون له بهالحلقة. اتصور رح بيصيروا 100. الحقوني يا بيضحك، ضحكتك عريضة، ليش ضحكة صامتة؟ هلو، طمنا عنك. ايه شو الوضع؟ عم العب وبين جمهوري. زعفور لجان اخول لتر اللي بين جمهوري. اول شيء مش مبعد اللوكيشن عليك، انا مقرب لك اياها. وبعدنا عند ميشيل مور، انذر ميشيل مور، بس ايه بس انه زيت الاسم، زيت الاسم مش كثير مبعد عن ميشيل المور. شو جايبك من عالم السياسه لعالم الرياضه؟ ليك بالغلط، مع انه انا يعني غلط؟ ايه انه يعني ماشي قصدها، انه قلت انا انه والله عبالي يصير انفولفد اكثر بالباسكت، مع انه انا من عائله يعني كل عمرنا بنحضر باسكت. انت شو حكماوي؟ عائلتي ايه، اهلي وخاله لبيه كان رئيس للنادي، يعني خاله لبيه كان رئيس للنادي؟ ايه بقى انه مين خاله لبيه؟ جوزيف رايحه. اوه بقى يعني في كثير قصص بتخليني اروح على الباسكت، بس انا وصغير ما كان يعني لي، لانه كنت كثير يعني بين الكتب، كنت نيرد من الاخر. وحتى كنت بس احضر متوشه انه تتشوف انه انا الستاتستكس بالانتخابات والارقام وهيك، انه انا بلشتها بالباسكت، كنت ارسم سكور شيت بالبيت واقعد ايد نقط اسيست ريباوندز، انه هذا اللي كنت حبه بوقتها. وبالشغل وهيك كل واحد بيصير تيكن بمحله. لحظه لحظه رجعت. لحظه لحظه، طلع ستاتستيك، بيشتغل ستاتستيك باسكت؟ عم تعمل ستاتس؟ ليك انه هلا بالتمرين مثلا بقول له لجاد، بقول له الا بس يكون في تمرين بنزل، انه بحب هيدا الشيء، بقعد بصير ايد، انه بالنهايه كل واحد بيلاقي شيء بحبه بالباسكت، لانه ما لنا بس الأرقام. رياضه. انت بتحب الارقام؟ بحب الارقام، بحب التاريخ، بحب ال قد ايه فيها من كل شيء. يعني الباسكت بالنهايه مثل السياسه، مثل الفن، مثل هيدا، هي بارت من تاريخ المجتمع ومن تاريخ البلد ومن تاريخ الأجيال. أنا وصغير سجلتنا أمي بالباسكت إنه أكتيفيتي يعني، وأنا إنه ما كنت أحب، وقلت لك يعني إنه ولد صغير، إنه مني كتير ما كتير كنت برتاح بالعلاقات مع بقية الأولاد، أو إنه يعني ما كنت هالقد سوسيابل. إيه بحمل كتابة وبقعد، عرفت بقى. كان وقتها الله يوجه له الخير فؤاد أبو شقرة هو كان يمرن، أنا تلميذ شانفيل. بقى كان هو يمرن بالويك إند. اجى قال له تعي خديه. مردود مع الشكر، يا عم الصبي ما بده، ما بحب، انه دونت فورس ات، انه ليك كيف بيبرم الوقت، انه بصير هلا انه ليك بدك تلعب انترستد هلا بال مش بدي العب يعني، انه ايفنتشلي انتو ذا جيم اكثر، انه الجيم اللي بقى فيه بحس انه يا الله انه كان عندي تشانس اني اتسلى ساعتين وما جيت حضرته. يعني هل قد يو انجوي؟ ليك اي انجوي، لانه كمان الكوميونتي الباسكت يعني لذيذه. كوتش جو غطاس كمان، يعني اللي ما بيعرفه لجاتوزو، انا كنت شوفه بالصور ولا انا شو الشخص العابس، ولا اهضم من هيك، يعني ما فيك تقعد معه ما تضحك بقى، خلص يعني صرت فت على عالم الباسكت. انت فت على عالم الباسكت بقوه. ايه انه مش عم بقف. هات نشوف شو عندك معلومات سكوبات تعطينا اياها اليوم. نزلك بتحب القعدات. ليك بقلك شغله، وقت يعني العالم بفكروا انه بس يقعدوا هول الناس يعني حديثهم كله بالطابه وهيك، بس صدقني يعني ثلاث ارباع حديث، انه يعني انه بس انه اتليست وقت اللي انا بكون موجود، انه ناس بيبقوا هاجين، عرفت، بدهم يرتاحوا، بياخذوا بريك. اي دفنتلي، لا اكيد يعني كثير بحبهم من كل قلبي. بنبسط بس يربحوا، بنقهر بس يخسروا. انت بتشجع لنادي الدينامو؟ انت مسؤول الاعلامي لنادي الدينامو؟ لا مش مسؤول اعلامي، انا ما عندي صفه رسميه بنادي الدينامو، انا صديق النادي. هلا الرئيس فيصل العاوي بيعرف عني امين سر، بس هو في امين سر فعليا، لحد ما اجى بنهار قال لي هو امين السر الفعلي. انت الوهمه. انا يعني انا صديق وبعتز بصداقتهم، انبسطت لانه اكثر ناس بشوفهم. بيشبهوك؟ ليك مش بس هن بيشبهوني، يعني حتى يعني انا بالنهايه ببيروت عندي طارق كرم يلي هو بير روحي، انه طقه هو الشخص يلي لي 14 سنه نهار اللي ما بشوفه او ما بحكيه بيكون في شيء ناقص، يعني كان في يكون مع بيروت او هيك، بس انه مستقبل قعدات وبتعرف انه انت اذا بتتعشى كل يوم مع ذات الاشخاص انه بتصير تتسلى معهم. ف this is how it went.
خبرنا عن علاقتك شوي مع طارق. بعرف قديش انت هو طارق قراب من بعض، بس فاجأتنا لما قلت لي بيّن روحي. هل قد ساعدك ببداية مسيرتك طارق؟ ليك طارق اوقات بكتير اوقات انا مثلا ينعرض علي شغله اجي بدي اعملها اقول انا لا بكير علي، هو كتير 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 دفشني على كتير قصص لو ما عملتهم ما كنت هون. مثل شو؟ كتير ستابس، كتير برامج، كتير خطوات، كتير محطات، يعني كنت انا اقول يمكن بكير علي يمكن هلا ما في اعملها. طارق كتير 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 دفشني وكتير ساعدني تعرف قيمة حالي مع الوقت. يعني انا بعدني لهلا مثلا انه كل مره انا بطلع اوكيجنلي على الهواء، انه اذا ما في مناسبه ما بطلع، انا شغله ورا. هو بصير انه يدفشني انه يا عمي ما انت معروف انه عندك بليسمنت معين بين الناس، عند العالم بيشوفوك وقت الانتخابات بيوثقوا فيك. يعني هو كثير بيحسسني بهي الشغله وانا بحبه من نص قلبي، لانه انا طارق بعرف انه اذا لا سمح الله ارتكبت جريمه ما في اوثق بحدا يجي يشيل الجثة معي الا طارق. انه ما بعرف اذا في اصور لك اياها بطريقه ابسط، انه قد ايه بيقدر يروح معي حتى بالقصص السيئه. I won't do it. شيء لو جت ده في النقطة. بس انه هذا اقصى اكزامبل فيك تعطيه وانا صدقا هيك ما قلت وثق فيه لطارق كثير جاد. من كم يوم كان عنده حطيت له ستوري كتبت له يو ار ماي رول موديل الان، لانه شيل على جنب، هو ما له علاقه بالميديا وبالسياسه وبكل هالقصص، انا عم بحكي بالحياه كانسان كشخص. الباركور يلي عمله جاد ما فيك ما تفتخر فيه. انا كشاب لبناني ما كنت اعرف شيء بالباسكت، وقت اللي رجعت انا احضر باسكت كانت وقت تصفيات كاس العالم، لانه حسيت انه في استحقاق. الطريقه اللي كنت عم شوفه عم بيتعامل فيها مع اللعيبه، اسال طارق، كنت عم احضر مع طارق بالفيراندا انه قول له مثلا ليه عملوا هيك هالتبديل هون، يفسر لي، بلش يفسر لي على البوزيشنز، على يعني ما كنت اعرف فيهم. بقى حببني كمان بجاد اكثر، لانه فرجاني انه كيف عم بيتصرف باي طريقه، باي استراتيجي باي استراتيجيك بلاننج على الملعب، فحببني فيه زياده. وجاد فعلا رول موديل، لانه لو حيلا شاب لبناني بيعمل بالدومين تبعه بالمحل تبعه اللي عم بيعمله جاد لاسمه وللنادي اللي هو فيه ولمنتخب لبنان، كلنا 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 بندفش دفشه لقدام بكل سهوله بالبلد. يعني عم بقول لك انا تليفوني هيك اذا بتفتح اللوك بيطلع لك جاد الحاج فيصل القلعاوي، غطاس، غياس ديبرا، جورج خليل، مرسل غانم. وين مرسل غانم؟ الخميس. قلت له خلص الخميس انا فول سبورت معك، بقيت الايام عم بحضر باسكت. ما بيقول لك انه صار الوقت تركز على السياسه الخميس؟ بس يلاقيني عم بحضر ماتش بصير يبعت لي بيقول لي طب يا اخي ما عم بفهم انا انه يعني كيف بتلحق بين ماتش وماتش تغير تيابك؟ يعني هو لانه كثير 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 بيتابع كل شيء كمان؟ يعني بتفوت لعند مرسال على البيت عنده ثلاث اربع تلفزيونات دايره، كل المحطات بيلحق عليهم، كل البرامج، كل الضيوف، كل شيء including الباسكت. رجعنا شوي على قصة الدينامو، كيف عملت لهم الغنية؟ كنتوا قاعدين عم تمزحوا مع بعض؟ قاعدين عم نتساءل وقلت لهم ما عندكم غنية للدينامو؟ قالوا لي لا. فهي عن سؤال هي هلا الغنية بتقول وحدك انت الدينامو، بس نحن عن سؤالي بلشت اول شيء قلت لهم رح اعمل غنية سميها يقبر قلبي الدينامو. هي هيك بلشت وصرت هيك انه رندحها مثل ما هي اللحن، انه يقبر قلب الدينامو، يقبر قلب الدينامو جوا ضلوع الدينامو، عم نعملها سقاله يعني مش اكثر. ما حدا كان فكره انه تصير مزبوطه. فقاعد انا قلت انا انه ليش ما بعملها غنيه مزبوطه؟ انه علقت براسنا. فكتبت كلمات رحت على الاستوديو سجلتها ما خبرتهم. وجيت سمعتهم اياها قلت لهم جايب لكم هديه. رايات النادي عليها تصير الحب المجد بكلمه، ايدك على قلبك خليها انت وقلبك قولوا حكمه. روحت الزقفه لا خربيبه، قولوا حكمه، قولوا حكمه انت وقلبك قولوا حكمه. فينا نعمل تحدي انا وياك؟ خير غنى وغنينا بس رياضه ما لعبنا. بدك تشوطنا؟ بدي شوطك بدي ركضك الملعب على كل سؤال ما بتعرف تجاوب عليه. يا ويلي قوم تفضل. اي سنه هي اول سنه تاهل فيها منتخب لبنان للباسكت لكاس العالم؟ كنت صغير. خليني اتذكر. معك 10 ثواني. 1 2 3 4 5 98 6 7 8 مش 98 9 2000 10 شو 2002 2002 تفضل. بس انه عم تتحداني بتاريخ الباسكت. ما انت اسم الله عليك تعمل رشاشات بعد ما عملت الرشاش.
بدك تركض الملعب عمر معروف فرجينا بس مع طابة او بلاها بلا طابة بلا طابة هيني عم صراحة فكرت بدك تمرني على الدربل بلش حطيتني افكار جو اهد يلا خلاص يلا جو الملعب يلا جو 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 اسرع ابعير لك الوقت يلا جون اخول كود وين ار ووكينج كود الله يستر بعد عندك كمل 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 بتشوفني هيك بس انا كثير بحبه لإلي يعني في صداقه شخصيه من وراء حبيب غبريل المدير العام بالام تي في وتعرفت يعني على إلي مشنتف من وراه وكثير كثير 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 بحبه يعني قاعد معه كذا مره وبحترم كثير اللي عمله يعني هو بارت من 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 تاريخ الباسكت المعاصر جون اخول شفت اندر بريشر لهينه جون شو نقعد نركز عليها جون 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 كيف حطيتها بس بالعمليه؟ ما بعرف والله بالغلط عم بقول لك احلى القصص بحياتي صارت بالغلط فانا عندي كثير احترام لبريزيدان اكرم الحربي ولا ماتر شربل ماتر شربل على فكره يعني انا اصحاب انا وياه ومع خيو الي من اكثر من 15 سنه لا صار برات لبنان بس هو كان سابي انا طبعا عندي كثير احترام لألون انا ما بسمح لحالي اني أيم لانه انا ما بتابع التفاصيل والقصص واللقاءات بس انا اكيد 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 انه الباسكت اليوم مع اللي عم بيعملوا الاتحاد مع اللي عم بيعملوا الأندية مع اللي عم تعملوا الام تي في مع اللي عم بيعملوا كل هالناس لمصلحة الباسكت اكيد احسن بمليار مرة من كل شيء بالدولة اللبنانية شي مرة انت وصغير تعرضت للتنمر عذرا على السؤال ما بتعرف قال لك كنت نقعد اكيد بدي اتنمر بدهم يتنمروا شو كان اقول لك انا انتبه انا كمان انا وصغير كنت البس عوانات سميك انا لانه تعرضت لتنمر سو اذا بدك تحكي عن التنمر انا بفهمك انا لا انا مش مستحي احكي وكثير وام فيري فوكال اباوت ذس على السوشيال ميديا لانه بعرف انه انا كثير بحب هذا الشيء بيأذي انا كنت البس عوانات هول السماك اللي بالنسبه لهم الزيح انا عامل تجميل لمنخاري لانه منخاري كثير كبر على تقل العوانات يعني صار عندي عظمه تكبر كانوا يعيطوا لي جان منخور مش جان اخول كان كثير هيك يزعجنا الموضوع كانوا يتسالوا على عوانات يعني انا كانوا يقولوا لي مونكي مان كمان انه انه حتى يعني حتى بالباسكت انه انا كنت هيك انفر من الباسكت لانه كانوا يلعبوا فيا بالون شصار يعني بس انه انا ما في شيء بزعل عليه لانه انا بعرف انه كل هول الامور اللي مرقت فيهم وكيف تخطيتهم هن بارت اوف هو اي ام توداي يعني كلهم صنعوا الشخصيه اللي انا فيها اليوم جان اخول ثانك يو سو ماتش لك مان سيو هذا جان اخول هالقد عفوي هالقد طبيعي على الكاميرا هالقد بحب يلعب باسكت ما بعرف قديش بتساعده مهاراته الفنيه انه يلعب باسكت بس بكل احوال تعرفنا على جان اخول بوجه ثاني باول ستارز الى اللقاء